الطوبة دي يا باشا. مش الطوبة دي يا معلم. هنا بقى عملت المدرسية. اللهم صل على النبي. الأسود أسود والأبيض أبيض. ده ذكر سنة وشهرين. سنة وشهرين محطوط في العربية يا معلم؟ للعب. الأدب لسه داخل أدب جديد. الذكر ده لسه داخل أدب جديد يا جماعة. وما شاء الله في خلقة الله أكبر. وبينطلق الذكر ده بينطلق. على مهلك يابا. آخر حيوية. على مهلك، على مهلك يا حبيبي، اعرض بس بالراحة كده. بس بس. وقف يا معلم محمد كده. بس خلاص. بس. اللهم صل على النبي. آخر دم. الصلاة على النبي. خشنا ابو فارس هتلاقي جنب الحصار. اللهم صل على النبي. حركوا حركوا الجنب التاني كده يا ابو فارس. تخيلش مني. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ولسه في بداية علامة. اللي غاوي الأدب واللي غاوي الطلوقة الحصان ده للبيع عند المعلم محمد أبو صبحي. ربنا يبارك للجميع يا رب. رسم ولون وكده. ما شاء الله فيها عكف في التراث في عربي. الله وكيل العكفة ده في عربي. على هذا على هذا الريل شغال بالصلاة على النبي. بس من غير من ما يوقف الكربوج الريل شغال. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي على ايه؟ ايوه ايوه. مرحبا. استنى بوريهم الدماغ كده يا ابو. اخر رسمات. هم دول. اه اه اه.
بس بس احنا ملوك الادب. وزي حضرتنا ادبنا ادبه بيحكمه عم حمرا بلاد. العنوان باين يابا. بس يابا كفايه عليه، كفايه عليه يابا، كفايه عشان العين يابا. كفايه يا حبيبي. اللهم صل على النبي. الله بركاته. شيء سلمان يا حاج، خليك ما ماتش من البطل بطل. بس 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 يلا يابا دخل ابو الحصان ده. الله اكبر. ما شاء الله اربع عظمات. الله اكبر ما شاء الله. عظم سليم شكل الالمانه اللي خلف ما ماتش. يلا ربنا يبارك فيه يا رب، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب اللي قدره كده. ربنا يبارك له. فص عين. لا ما شاء الله فص العين اهو. نقربنا من الحصان خالص اهو. بس بس يابا فك الحصان بقى. اسمه الحصان الزعيم. حلو المنظر ده معاه. تعال هذيك دخل يابا رو دم.